أنا في التربية وبدأنا نعطي يزعلون علينا البعض يقول خلونا أعطونا إيش عارف فن يقول فن الحوار أحيانا لما تحاور ابنك تبدأ معه بأشياء محببة يا سلام عشان تدخل إلى قلبه تعطيه مشاعر ثم تدخل في الموضوع بلاشي نعم القطع أبو عبد العزيز الماركة الخاصة فيك الآن عندك ماركة خاصة أو 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 براند خاص ياليت نعرف وش فكرة العلامة التجارية انبثقت بدايتها من اني انا قاعد اقول مزعل ليش ما في علامة تجارية في السعودية تواكب العلامات التجارية العالمية عندنا مقومات الان في المملكة العربية السعودية ان نوصل وننافس البراندات العالمية الكبرى لاحظت في السوق الاغلب كان يقول ما تقدر انك توصل للعلامات هذه ودائما الاراء كانت محبطه خاصه فرنسا وما فرنسا اي دائما يتكلمون في الموضوع إيه كانوا يتكلمون من الكلام هذا ان انت في الاساس مستحيل انك تبدا كعلامه تجاريه سعوديه انك تنافس فيها وتطلع بها للعالم والله اخذتها تحدي مع نفسي انا اول مره ادري الان انا وانا صالح عريض واعلامي وتابع اول مره ادري ان فيه براند او علامه سعوديه تنافس عالميا انا اول مره صحيح لان علامه تو مارك العلامه هذه انا ممكن استهدف فيها الطبقه المتوسطه المقبليه اللي اقدم فيها المنتج اللي يكون مرضي للمستخدم لا من باكج انا دائما اقول لكل الموظفين عندي يا جماعه ما دامكم انتم جالسين يعني تاخذون من العميل فلوس لها الحق في الكرتون ويكون اعلى كواليتي وفي الكيس وفي العلبة وفي الزجاجة وفي حتى الزيت والأهم الزيت اي بس تسمع أهم الزيت يعني انا بقول لك يا ابو عبد العزيز ترى الحين بطب فيكم انا الحين انا يعني انتم تحسبون علينا الكرتون لا بقول لك شغله لا انا اتكلم لك كمزايا انا اقدمها للعميل قاعد يعطيني مال والمال هذا له الحق يعني انا اليوم لازم ادلعه عموما كيس على الشاشه الان ها وش رايكم والله ما اقول شيء لا ما شاء الله تبارك الله لا والله تستاهل كل خير لا انا ترى شوف والله انا اقول شغله يقولون وش يقول الزين يفرض نفسه والناس حقيقه ترى اذواق يعني انا اعرف ناس يعني يهتم بالعلبه عشان الهديه شكل العلبه وتصميم العلبه وانا اعرف ناس مصممين يمكن وياخذون مبالغ كبيره عشان يصمم فقط العلب لا انا باثق وانا انت قلت كلمه زينه احنا قاعد نراعي قضيه الطبقات يعني في ناس معليش خلينا نكون صريحين شوي في ناس اصلا لو تجيب له شيء رخيص ما يشتري ولو كان بعلبه افخم علبه في العالم عفوا افخم علبه لا اسوء علبه في العالم طب خليني اعطيك اياها بمقارنه عرفت بسيطه قصدي انا بقارن ليه عشان بس نكون تفضل اعطيك اياها بمقارنه بسيطه اليوم لما يجي فرضا من احد المشاكل اللي قاعد نواجهها الفتره هذه لما يجي زبون يقول طيب ليش البراند الفلاني قاعد يبيع ب 99 ريال وانت قاعد تبيع بالسعر هذا حلو دائما اغلى أنا يعني أغلى سبق اي دائما انا في احد المقابلات اللي كانت في احد الاذاعات كنت اتكلم يا جماعه اليوم لازم المستهلك يكون واعي والان المستهلك صار يعني واعي اكثر صار يعرف اللي جالس يصير قدامه يعني اليوم احنا اول كنت يعني مكان ما السواقه كانت مقتصره على الذكور الان الذكور والاناث كلهم الان بيفهمون الفكره اللي قاعد اتكلم لهم الان اليوم انا لو اروح لاحد وكاله السيارات واقول لهم يا جماعه انا ابغى صدام سياره نفترض صدام سياره بيقول لك فيه درجه اولى وفيه اعلى منها شوي وفيه اعلى منها شوي وفيه اعلى منها شوي طب هذه الدرجات ليش الأعلى واحدة سعرها عالي؟ لأن تلقى فيها مواصفات عالية جدا. صحيح. أن اليوم لما أروح أنا بأخذ سعر منخفض أنا في الأول والأخير بفقد خواص كثيرة. أول شيء أنا بستخدم منتج اليوم بستخدمه أو في المكان اللي بتعطر فيه ممكن ما أكمل الباب المكان اللي أنا موجود فيه يمكن تبخر أحسنت كلام والله جميل إحنا ترى على فكرة لما نسوي إثارة نقصد نصل إلى المعلومة الأخيرة أبو يوسف إحنا ما دام في عالم العطور اسمحوا لنا يا أبو عمر وخلينا إحنا الرياضيين بعدين يا أبو معاذ أبو يوسف كلام جميل والله تكلم أبو عبد العزيز وإحنا ترى هذه كلها تعتبر أسرار مهنة لازم أحد يعرفها حتى إذا راح للسوق
يكون عنده اطلاع فاهم. الصوت ترى ضعيف عندي. أبو يوسف، إحنا قلنا